لك ما بدك تفهموا لا؟ صباح. لك صباح النور. إذا مشغول برجع بعدين؟ لك لا شو مشغول؟ أنا صدقت وصلتي. تفضلي تفضلي. لك شو واقف عم تساوي؟ خذه من هون. حضر سيدي. وجيب لي اثنين قهوة حلوة. أمرك سيدي. بسرعة. لك يا أهلين، كسر لي يومين عم دق لك وخطي خارج التغطية، شو قصتك؟ شو عامل؟ علي فاتورة ومو معي أدفع. لك تبري قلبي، عن جد عم تحكي؟ لك إرادتي سدادة أنا. لا أيو، شو كل مرة بدك تدفع لي فاتورة موبايلي؟ لك ولي على قلبي، ولك بدفعها طول العمر أنا بس أنت تضلي جنبي. بخاف تقل عليك. لك ما بتقلي ولو أتقلك على الأرض. لك يقبرني يقبرني شو حلو. ايه ما قلت لي ليش كنت عم تدق لي؟ كان بدي اياكي تزوري البيت بعد ما خلص كسوه بحياتك. لك يا شهيره، شفتي بيت حيطانه بتحكي؟ ناقة شفت بابا عم يبكي على قوله عاصي حلاني. بتصدقي عم شوفك بكل قرنه بالبيت. لك مو بس هيك، وين ما امشي بشوفك بوشي. لك كانك بالدنيا كل البشر. خجلتي يا روحي؟ هاد الحكي ما بينحكى بالمخفى. والله الحق بإيدك. شو؟ بشوفك بكرة؟ لا، أنا بكرة ببيروت. شو عندك ببيروت؟ لازمني كم غرض من هنيك، لكن شغلات خاصة شوي. فهمت عليك. قديش طالعة فاتورتك؟ بس 14,000. لك لعيونك، وهي 14,000. شو يعني؟ هاي واحد، هاي اثنين، ثلاثة، أربعة، وهي خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، وهي 14، شو لعيونك؟ خذ يا ابني. لا لا خلص بعدين أبو سلمى بعدين. خلص. خاتم، أنا بدي من على شركة الموبايلات، بدي أشترك بخدمة، بدفعهم بطريقة السلم ثلاثة شهور. إيه شو عليه؟ شهورة؟ شو الشغلات الخاصة بدك تجيبيها من بيروت؟ فهمت عليكي ولي على قلبي. يسألك سؤال، انت منين بتجيب كل هالمصاري؟ لك الله بيرزق يا بنت الحلال. احكي لي انت عنك، شو اخبارك؟ والله اشتقت لك. اخباري منين بدي لاقيها لحتى لاقيها؟ والله روحي رح تطق من هالعيشه. الناس مثل الوحوش كله بده ينهش. هذا الزلم اللي عندي ملحوش، ما بعرف شو بدي اعمل فيه. بس بقول يلا نصيبك. المرأة إذا ما كانت وفية لجوزة مثلي ما حتكون وفية لحدا. الله بعين. بعدين عم تقولي إنه الناس صايرة مثل الوحوش، في حدا عم يضايقك؟ هذا بياع الخضرة اللي عنا بالحارة، أنا ورايحة وراجعة ونازلة وطالعة بضل يلطشني، يخرب بيته مثل أبي. نعمة، لك والله مو باين عليه. يا ما تحت السواهي دواهي. اعملي عليه بلاغ وانا بجيبه لعندي لهون وبوقعه على تعهد بعدم التعرض لك. رح ينكر، رح يقول لك كذابه، هذا ختيار الجن وجيرانه بيشهدوا معه لانهم هن كمان ارزل منه. اذا الوحده ما مشيت مثل ما بدهم بيصوتوا حيطه وبيحكوا عليها. عن جد عن جد عن جد هلكني. ايوه اي والله لربي لك يا وربي الحاره كلها فيه. بس طولي بالك شوي علي. انت لانك استاذ هيك وفهمان يعني مو حلوه بحقك انك ما بتجيب اولاد. قلت لهم العيب فيني انا، ما فتحت امي بكلمه. بس عيب عليك انك تروح من محل لمحل تحكي علي. عيب عيب قدام رفقاتك ونسوانهم تقول هيك. صحيح ليش كنت تخجل فيني قدام رفقاتك؟ والله انا ما بتخجل فيني.
ليش كنت توقفني على جنب لعبي المي وجيب الطلبات؟ الله لا يوفق. انت مفكرني انا مبسوطه هيك؟ يعني انت عم تتعذب قدامي وعم بعطيك السم الهاري، عم يحترق قلبي كل ما عم بطلع برجع على البيت وشوفك هيك. بس انت ما خليت شي حلو جواتي، كل الوقت عم بتحسسني اني ابشع وحده بالدنيا، وكل النسوان احلى مني واحسن مني. ما فشرت، ما فشرت. لما عم شوف العذاب يلي عذبتني اياه بعيونك عم برتاح، عم برتاح، عم برتاح. لك صحيح قبل ما انسى، جبت السيديات من عن جفرة؟ طبعا. ليك بدي منك اول ما توصل شهير على الاوتيل وتحاكيك مشان تعطيك علبة شوكولا تروح وتسلم عليها، كون كتير لطيف معه، واقنع انك تورجيها صالة المعارض، ورجيها على اللوحة، تحكي لها عنه، يعني خليها تحس انك انت بس بتشتغل بصالة معرض وبس. اكيد مفهوم. ما كثير تهتم بقصة موضوع الشوكولا، هي أول شغلة. تاني شغلة واللي هي الأهم، احكوا بشي موضوع تجاري، وإذا لقيتها متحمسة عروض عليها شراكة، عروض عليها شراكة شي مشروع بيهم النسوان. ليش شو المشاريع اللي بيحبوها النسوان؟ محل بيبيع التحف والهدايا، أو فرضا محل مكياجات بيستقبل أهم نسوان البلد، وبيني وبينها أهم مشروع هو محل ألبسة نسائية. محل ألبسة؟ اي نعم، محل ألبسة نسائية وعروض عليها الشراكة. ما فهمت، شلون يعني شراكة؟ شهيرة بتحب المصاري بس بخيلة، عروض عليها تاخذوا محل بأحسن قرنة بالبلد، بحيث يكون المحل منك والتعب عليها. ايه، وأنا منين بدي أجيب المصاري؟ ليش تشو لك علاقة بالمصاري؟ أنا اللي رح أدفع. أهم شيء تقنعها بانك انت حابب توسع شغلك، لانه عندك احساس بانه المعرض صار صغير عليك. كيف؟ تفهمها انه المحل والبضاعه عليك وهي عليها بس الشغل. اهم شيء انه تنزل كل اسبوع على بيروت مشان تاخذ بضاعه جديده. ليش هي كل اسبوع لازم تجي؟ ايه، انا بديها كل اسبوع تنزل على بيروت، وهداك وقت ببلش دوري انا، وانت خلص دورك. المهم انه جماعة الحدود ما ينتبهوا على مرة فاتت طالعة على بيروت هيك بلا طعم، هذا اهم شيء. ما راح يلاحظوا عليها انه كل اسبوع رايحة جاية؟ مزبوط، بس لما بيكون عندها احسن محل بالشام وهي نازلة على بيروت عم تجيب بضاعة وبتدفع عليها جمارك، راح يكون الموضوع كثير طبيعي. مزبوط. بعدين هي شريكة بالشغل، يعني ما حدا راح يسألها من وين جايبة هاي المصاري. وبعدين انا شو خسران؟ أحسن ما تم مجمد المصاري بالبنك مشغلهم وطالع أرباح، وهي المخلوقة ظانة حالها عم تشتغل بمحل لبيع الثياب الصينية، صح ولا لا؟ صح. لا
تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.